السلام عليكم، يعطيكم العافية يا ميس. اليوم بإذن الله بنكمل درس المسافة بين نقطتين، وحكينا المسافة بين نقطتين إلها قانون. قانون المسافة بين نقطتين يساوي جذر سين اثنين ناقص سين واحد كل تربيع زائد صاد اثنين ناقص صاد واحد لكل تربيع، وكلهم تحت الجذر. اليوم بإذن الله بدي أحل تدريب أو بدي أناقش مع بعض ناقش مثال ستة ثلاث صفحة 40. بقول لك النقطتان ميم ولام تمثلان نهايتي قطر في دائرة. هاي دائرة وهاي عندي قطر في هاي الدائرة. بقول لك تمثل نهايتي، يعني هون نفترض ميم وهون لام. إحداثيات الميم 2 وسالب 3 واللام سين وخمسة. اللام سين وخمسة. إذا عندي النقطتين نهايتي قطرين زي ما إحنا هون رسمنا. بقول لك إذا مركز الدائرة، طبعا هي مركز الدائرة عندي أنا مركزها نون. بقول لك نص القطر يساوي خمسة، يعني نص القطر يساوي خمسة. هاي خمسة وهاي خمسة. طيب إذا نص القطر خمسة معناته مباشرة طول القطر يساوي خمسة زائد خمسة اللي هي عشرة. طول القطر عشرة عندي، طول القطر عشرة. طيب يا مس، هلأ بدي أوجد قيمة سين. طول القطر اللي هي نفسها طول ميم لام، طول القطر اللي هي طول ميم لام، طول القطر اللي هي ميم لام. إذا هو أعطاني ميم لام بدي أنا أطلع له سين. نفرض إنه هاي سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين. نكتب القاعدة مع بعض، اللي هو عندي ميم لام طولها يساوي جذر سين اثنين ناقص سين واحد تربيع زائد صاد اثنين ناقص صاد واحد أيضا لكل تربيع. هلا منعود تعويض مباشر. عندي ميم لام اللي هو طولها عشرة تساوي جذر سين اثنين، عندي سين اثنين اسمها سين، شوفوا سين اثنين اللي هي عندي أصلا مجهولة، يعني سين ناقص اثنين تربيع زائد خمسة ناقص ناقص ثلاث تربيع. بس عوضت أنا هون تعويض مباشر، طلعت مكان سين واحد قيمتها اللي هي هون سين وعوضت. هلأ بدي أحل. عشرة تساوي جذر سين ناقص اثنين تربيع، بضلها سين ناقص اثنين كل تربيع، زائد عندي خمسة ناقص ناقص ثلاث اللي هي بتصير تمانية، تمانية تربيع أربعة وستين. هلأ الجواب عندي الناتج النهائي للحل عشرة يساوي تحت الجذر. هلأ شو بدي أعمل؟ الخطوة اللي بعدها بدي أتخلص من الجذر، بدي أتخلص من الجذر الكامل. هذا بدي أتخلص من الجذر الكامل عشان يطلع عندي أعداد أطلع قيمة سين. كيف بتخلص من الجذر؟ بربع عندي الطرفين، بربع الطرفين. إذا بدي أربع الطرفين، ليش بدي أربع الطرفين؟ عشان أتخلص من الجذر. عندي هنا التربيع بلغي الجذر، صار عندي عشرة تربيع اللي هي مية تساوي سين ناقص اثنين لكل تربيع زائد أربعة وستين، زائد أربعة وستين. هلأ بدي أحاول أطلع قيمة سين. بدي أطرح أربعة وستين، بطرح أربعة وستين. مية ناقص أربعة وستين يساوي ستة وتلاتين، تساوي اللي هي سين ناقص اثنين لكل تربيع. هلأ لما بدي أخذ جذر الطرفين عندي برضو بدي أتخلص من التربيع، بأخذ جذر وبأخذ الجذر، الجذر بلغي التربيع. هون بتصير عندي موجب
أو سالب 6، موجب أو سالب 6 تساوي سين ناقص 2. هون لما أخذ الجذر التربيعي للطرفين، هون موجب سالب، موجب سالب 6. هلأ عندي حلين. الحل الأول لما يكون سين ناقص 2 تساوي موجب 6، الحل الثاني لما يكون عندي سين ناقص 2 تساوي سالب 6. هلأ بحلها بطلع قيام سين عادي، زائد 2 زائد 2، هون سين تساوي 8، هون زائد 2 كمان، هون زائد 2، سين تساوي سالب 4. إذن الحل الأول سين تساوي 8، والحل الثاني سين تساوي سالب 4. هيك أنا بكون أوجدت قيم الممكنة لسين. بتمنى يا مسترجعوا تحلوا المثال لحالكم، إن شاء الله كلكم جميعكم بتحلوا بطريقة صحيحة. يعطيكم العافية.